فراغ 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 في حوشنا يعني الفراغ. لا حول الا حق والله لا حق. فراغ 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 هذا خيرك يا رجل، شنو حكايتك؟ والله احرقت لي اعصابي، تب الحق احرقت لي اعصابي حتى انا على اشرب الشاي. تبين الطربقه عييت من هالحبسه هذه، عييت من الحبسه هذه. فراغ 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 لا هلب علي هيك باه، غير وسع بالك وتعالى قعمز. بس مصره بيني قعمز؟ اي تعالى غير تعالى. لا حول ولا قوه الا بالله. فرغ فرغ إيه علي يودي قعمز. فرغ في حوشنا يعني الفراغ. اح انا جيت وانا قعمز. تفضلي فصلي. ايش قلت لي تبي تخرف لي علي خرافه احمد هذاك لما يهرب الضي؟ الضي؟ ايه راك فرحان، انت من الصبح الضي يهرب؟ مش جاي بكري؟ يحكي لي نبي نعرف شنو حكاية عرس أحمد. باهي يا سيدي. أنا أحكي لك حكاية عرس أحمد. أي كان يا مكان. أيوة. في قديم العصر والأوان كان فيه واحد، والواحد الله، واللي عليه ذنوب يقول استغفر الله. استغفر الله رب العالمين، استغفر الله واتوب اليه. هذاك الواحد اسمه احمد. باه هذاك الواحد اسمه احمد. تمام. يبي بنيه في شرحهم اسمها مناني. اي ها كلم امها، امها كلمه ابو، ابو كلم امها، امها كلمه امها، امها كلمه عمها، عمها كلم اخوها، واخوها كلم ابوها، ابوها كلم عمها، عمها كلم ابوها، قال لهم اتفضلوا على الرحب والسعة يوم الخميس نديروا الفضانية. يا حنا وجاي الخميس وحضر محمد وغاب ابليس وبعدين. يا سيدي بنسيت. قالوا لا شو تبي توا يا سيدي الحاج؟ قالوا ما ليه ما نبيش ولا اي حاجة، ما عنديش ولا اي شرط، نديروا زي ما يديروا الناس وتفضلوا البنت بنتكم والولد ولدي، واحنا عيلة واحدة متشابكين ومحفوظين ان شاء الله. هذا في الاول بس غير باش ياخذ بنت عاد ويمشي، في الاول يقولوا في هالكلام العسل، وبعدين يا ناري يقعد هذاك العريس يا ناري يخلص في الدين. وبعدين يا سيدي بنسيت جو يبوا يقروا الفاتحة. أي. قالوا يا حنا بسم الله الرحمن الرحيم ونقروا الفاتحة. أي. وعاد أكيد يا حنا البود بحوا. اتبحوا مال شنو؟ اتبحوا خريف. أباح كلاكيت أول مرة عرس أحمد وبعدين. أيوة يا سيدي بنسيت قوم داروا الموعد هدايا وكذا ويديروا العرس وقف بطاقية. وقف منه؟ منه هذا بوطاقية لطلع آخر الوقت؟ بوطاقية زي ما تقدر تقول هيك شيخ المحلة، شيخ المحلة. وقف بوطاقية قال ستوب، أول حاجة وأول هام ممنوع تديروا العرس في الصالة. ممنوع يديروا العرس في الصالة؟ أمال وين يا حنا يبي يديروا العرس؟ يديروه في القيطون، يديروه في الشارع، يديروه فوق الحيط، لكن قال ما عندناش بنات يخشوا في الصالة بكل بتاتا. وجو عادي ترجوا فيه بطولك بعرضك. ايه طولك وعرضك وكلمة مني وكلمة منك وكلمة مني وكلمة منك، قلم علي الطلاق، ما هو صاير منا العرس. ملاك. وطلعوا هم طلعوا في جرته. معناها لا في صالة وحتى المنظومة ما فيش. نبي نفهم انا كيف يعني يجي عرس؟ لا قال لهم المنظومة ما تخشش بكل، قعدوا يترجوا فيه يطلعوا، وقالوا علي الطلاق، العرس ما هو صاير منا، هو مفلت تطلع وهم مفلتوا في جرته. باهي ما يعني شين قالوا؟ ما قالولاش هدوه، قالوا له يعني حبال سووا طاحوا فوجير. ها وبعدين اكيد الضي هرب. لا مازال قالوا له، قالوا له، قالوا له ارزن شويه ربي يهديك ان شاء الله، ربي يسهل لك الموضوع. قالوا لا خشوا فيها ناس من هنا وخشوا فيها ناس من هنا يا سيدي بنسيت، زعماتك التو، لكن الوقت فات، امها ماتت وابوها مات وعمها مات وخالها مات وقعدت مسكينه بروحها، فات الوقت، فات الوقت، جاء محمد ونقولوا اكشن ثالث مره وبعدين. ما جاء محمد يا سيدي بنسيت المره هذه جاء بروحه، جاب ماكويل والحم وجاب بروحه
وقاع مزوا اياهم وقال وكان السلام عليكم ويبي ياخذ البنيه يبي يروح بيها للعريس. الحمد لله. طيب فيك يا احمد، الف مبروك. طيب فيك يا احمد. ناض بوطاقيه، ناض بوطاقيه يا كبدي يحلف يا كيتي كي. قالوا لهم ستوب، قالوا له غير اسكت غير بهدي بالك وكذا ومش عارف شنو. قال لهم لا، ما يرفعهاش بروحها، لازم خوها يمشي معاها. قال له ما على العموم عندي حل في الاخير. قالوا لا يتفضل قول لنا شو الحل. قال لهم عندي سياره تاع تعليم قياده فيها زوز دومانات. يقع مسخوها في الدومان الاول وخوها الثاني في الدومان الثاني ويسوقوا ويوصلوا مناني لحوش العريس. هذا كله صاير فيها، هذه كلها خرافة تحمدوا باه. وبعدين وركبوا في السيارة باه، قعدوا يلووا 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 ووصلوا ومشيت عليهم وخليتهم. الحمد لله. تعرف يا طيب ما عادش نبي نعرف حكاية أحمد هذه. توني وتي روحك. المثل الشعبي عندي ني. تفضلي قولي يلا. يقول المثل الشعبي: ناديت ناديت يا احمد هو، ناديت يا احمد هو. اكمل المثل الشعبي واربح جائزتين من شركة مرسين المساهمة وكيل هومر. للمشاركة اكتب الإجابة الصحيحة في تعليق على البث المباشر لمنوعات اللمة على فيسبوك بصفحة سلام، أو اتصل على هذه الأرقام خلال بث برنامج إدوي ليبي، وهيك تربح أكثر من جائزة من خلال الفيسبوك والتليفون. وسيعلن عن الفائزين كل ليلة في السهرية خلال عرض برنامج إدوي ليبي.